أعلنت محافظة أسيوط الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بالمحافظة ورفع كفاءتها لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه. بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه تم الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بمحافظة أسيوط ورفع كفاءتها لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى. شملت أعمال رفع كفاءة المستشفى الفصل بين الاستقبال والعيادات الخارجية ونقل الصيدلية والعيادات لموقع آخر وتزويد قسم الاستقبال بحجرتين مزودتين باسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس وحجرة أخرى لفحص الحالات الخاصة. كل توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بمستشفى الحميات ومستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، وأن المستشفيات دي تبقى على جاهزية كبيرة نظراً لتعدد الجوائح في الأمراض المعدية. فإحنا كان هذا هو أول أولويات بتاعتنا، أن إحنا نطور مستشفى الحميات والصدر، وهو ده اللي حصل في الحميات، وجاري الآن تطوير مستشفى الصدر أسيوط بما يتجاوز 150 مليون. تقدم المستشفى خدمات أخرى تتمثل في كشف بالأشعة المقطعية على والأشعة السينية للمرضى المترددين والمرضى المحجوزين داخل المستشفى، تقديم الخدمات العلاجية للحالات الصدرية الطارئة في عناية مركزة ومتوسطة بقوة 30 سرير، كما يوجد معمل للدرن ومعمل الكيمياء ويوجد عدة أسنان وقسم العلاج الطبيعي. كذلك تم رفع كفاءة العناية المركزة وتزويدها بعشرة أجهزة إضافية بحيث يكون كل سرير ملحق به جهاز تنفس ومونيتور، كما تم رفع كفاءة العناية المتوسطة لتعمل كعناية مركزة. بنوفر مستلزمات للمستشفى، احنا المستلزمات منقسمة المجاني ونفقة واقتصادي. كمجاني احنا بنوفرها من المخزن الإقليمي طبعا مديرية الصحة. عندنا جهاز وظائف التنفس، والجهاز ده مش موجود غير عندنا في المستشفى، ويعني مش موجود أصلا في الصعيد، بيخدم قطاع كبير من المرضى، المرضى الداخلي ومرضى الكومسيون. الجهاز ده بيحدد كفاءة الرئة، بنشخص به معظم الأمراض الصدرية. وتقوم الدولة بجهود كبيرة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمة الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي خاصة في محافظات الصعيد.